في استقلال عاشت تونس حرة في استقلال. احنا اليوم هبطنا قرار اللي اخذته الوزارة، قرار جاء اللي اخذته باسم تلامذة، اخذته باش تطبق تلامذة اليوم. قرار هذا يتمثل بحكاية 25% تولي 20 ويتمتع بها كان التلميذ اللي عنده المويان دو باك وما بين المويان دو باك والمويان جنرال 3 بونتو. إذا كان أكثر من 3 ما تحسبش الفاين، تحسب عادي. هذه الأولى. الحاجة أخرى أنه الماتير تجي فيها أقل من 4 ريفيوزي ديريكت من غير كنترول، يعني إنسان كيف يبقى تكنيك ما نعرفش كيفاش داخل مات وتكنيك وفيزيك الواحد نجي باش نركز في الفلسفة ونركز في الماتيرات الأخرى. نحن ما عندناش نقابة تدافع علينا، الوزير يجي يعمل هكا يتبع قرار ويمشي على روحه راهي ما جاتش. معناها من الاخير ليش شاور تلامذة لا يعمل حد شيء، لا على القرار هذاك مش في مصلحتنا نحن، القرار بالرسمي هو مش في مصلحتنا، بالعكس باش يزيد يهمشنا اكثر القرار هذاك، باش خلينا نزيدوا بطالة، لازمنا تكون نقابة تدافع علينا ويكون قبل ما ياخذ قرار يجي يشاورنا قبل كل شيء.